انت او الاستاذ عبود؟ شوي انا وشوي هو مدام. ما تكذب ابراهيم. مش عليكي مدام ولو. ابراهيم الاستاذ عبود بالاول. اها هلا بطلت عم تكذب. نبيل عبود قال لك لتمضي طلب الموافقه على القرض وحضرتك مضيت. لشو بدك تحمل مسؤوليه القرار وحدك يا ابراهيم؟ اللي بيأمره رئيس مجلس اداره البنك انا بنفذه. ما على علمي عندي موظفين اليين. ابراهيم انت مدير القروض يعني توقيعك له قيمته فما تجيره لحدا حتى ولو لرئيس مجلس الاداره اذا كان ضد قناعاتك او على القليله ضد قناعاتنا انا وياك. ما هيك ابراهيم؟ لما سهى بدران تقول لا على قرض درسته كتير منيح معك وتبين انه ما بيفيد البنك وظهرت حضرتك من عندي مقتنع بعدم جدوى ما بقبل يرجع لي طلب الموافقه ممضي منك بس لانه نبيل عبود قال لك امضي. تفضل. المدير العام غير موافق. شو بك؟ خذ الطلب. البورد ميتينغ الصبح. خليهم يبلشوا، عندي كم شغله بدي اخلصها. دكتور ميس. بتريدي شيء غيره مني مدام؟ بريد. ما تندهي مدام. مس قلبها واريح، ما هيك؟ شو؟ مغيمة جوا مستر ابراهيم؟ شدي. نعم مس بدران. دكتور. مثل العادة. اوكي تكرمي. بعتذر على التأخير اساتذة. واو دبس نسكافيه حلو كتير. ناتالي ما فهمت علي. بسيطة. خلي حل لسانك شي شوي. اكتمل المجلس بحضور المدير العام، فينا نبلش بجدول الأعمال. شو قصدك نبيل؟ فهمتي قصدي هلا؟ فهمت قصده لابراهيم خلف انه يوصل لك الخبرية بمجرد ما يطلع من مكتبي. أيمتى لحق؟ لحق سوا لحق. أنت أخذي الشغلة مزح بالوقت يلي هي مهمة جدا. بشو مهمة جدا؟ لمين مهم جدا؟ لولد انجأ طلع من البيضة وبده يعمل شركة كبيرة ويتدين على اسم بيو؟ سامر عزام ولد؟ رجال لكين؟ قديش عمره سامر عزام نبيل؟ 25 سنة؟ مين هو سامر عزام غير انه ابن عاطف بيك عزام يلي البلد شام مريحة عمايله كتير منيح؟ زلمة مليء. ها؟ يكفل ابنه؟ يعطي الولد المدلل اللي راكد ورا تنانير بدون ما يورط بنك بكريدي بدون كفالات واضحه بملايين الدولارات لمجرد انه مليء. مليء خليه يفضي. بس سهى بس هيدا مش حكيك، هودي منن جمل سهى بدران. والله يا استاذ نبيل هيدا قراري. غير موافقه على قرض سامر عزام. من هونيك وطالع استوفل، انت رئيس مجلس الاداره والقرار بتاخذ بالاكثريه. والمجلس بينام على كتفك، صوتي لا راح يزيد ولا راح ينقص. انما انا مستقيلة من المنصب ومن المجلس وعمول اللي بدك اياه. ميرسي سامي. عفوا ستنا. شفت من الفزت بالاول غيمت بعدين شتت وهلا فيضان.
ماما. هون بيت سهى بدران. أنا مش بالبيت. بعد الإشارة اترك الرسالة. سهى وينك؟ ليه السلولير مسكر؟ بليز احكيني ضروري. سوسو الكبيرة وسوسو الصغيرة، زالي عن ايد خالتك صرت تقيلة ماما. هيدي ريشة هيدي تقيلة، ولك تعمريني انتي تعمريني. الحق علي مايا، أنا ما عودتها بس أرجع أدق عليها، بس اليوم كنت منرفزة شوي. حياتي، تاني مرة ما بنفتح الباب وبنظهر منه بدون ما نقول للمامي. بدي شوفي. يا حياتي أنا يا حياتي. تغديتي؟ بعدني فايتة. ناكل سوا؟ لا سوسو تغدت بليز. بدي اكل مع طنط صوصو. ايه بدنا ناكل سوا. ملوخية التيتا بتجنني. اقبرني. تعي 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 تعي. يبا ماما ما تاكيلها غداها لخالتك، بكون مثل عادتها الها كل نهار بلا اكل. ما عليك امي انا اكلتن. سهى نقصتيني لما قلتيلي انك منرفزه شوي، في شي بك شي بالبنك؟ استقلت. شو؟ كيف يعني استقلتي؟ يعني فليت ومش راجعة، مش كلمتي اللي بدها تنكسر بالبنك. والأستاذ نبيل كسرها؟ عادي ما بدي رد. هون بيت سهى بدران. أنا مش بالبيت، بعد الإشارة اترك الرسالة. سهى بليز بلا صغر عقل، ردي علي، اطلبيني، عاوزك ضروري. شو في؟ انتو هون كمان؟ عجبتك الملوخية ماما؟ بتجنن. سلم ألف تياتك. تيتا أنا بدي أكلون. صحتين ماما. خدي سوسو عملي معروف وطلعي على البيت، بدي أشوف شو قصة بنتك مع البنك. يا دلي شو بها بنتي مع البنك؟ الخبرية اللي بتطوش عجبك؟ من وقت ما سمعت هالخبرية ومش طالع بإيدي أعمل شيء؟ بس تتوصل لهيك قرار أكيد الشغلة كبيرة. خي والله نبيل عبود والبنك كله ما بيسوا ليرة بدون سهى بدران. ولك تسلم لي أنت عزيز، تسلم لي. هي عندها إياك بالدنيا وأنت عندك إياها بالدنيا. أختك إنسانة عظيمة مايا، ونحن عايشين بخيرها ومن خيرها. مش بس أنتوا عايشين من خيرها، كلنا عايشين من خيرها. خفيت البنت ماما؟ نص نص، بد دخلتها. ليش خيك يوسف وبنته مش عايشين من خيرها؟ يمكن اللي عم بقوله جوزك اللي بيشتغل وبيطلع وبيصرف من باب رد جميل، بس خيك راخي كل تقله على اخته. ما اسمه الا خي يا مرت عمي، لحمه ودمه. بس عزيز بس، انت قلبك طيب وتحب الكل. بنتي سهى نازعه خيها، شو ما طلب بتلبيله، عايشة حسابها. الشقة هون بالبناية، مصروف المدرسة، مصروف البيت. الله يخلي لنا إياها ماما. لا إما عم تقولي هالكلام يا مايا، أكيد الله يخلي لنا إياها ويطول بعمرها، بس أختك هاملي حالها. تعب وشغل وركض لمين؟ يلي من عمرها لازم تكون مستتة مع رجال هو يصرف عليها، صار عمرها 40 سنة وهي بتصرف على الكل. شو مبروزة ليا؟
نبيل عبود نطرني بالبيت، ايش هو عزمني على العشاء بس بدي اشوف سوسو قبل ما تنام. شو؟ بده يراضيكي؟ ما بيقدر الا ما يراضيني. خبريني، انا قد بتكوني نمتي. كيفك عزيز؟ انا ظهري على العشاء ماما. اهلا سهى. مع مين؟ ولو مع نبيل عبود، ما قدر على استقالتها. معه حق، مصلحة البنك بتدق. دخلك بنت عمي، شو بتنصحيني اعمل بهالثروة اللي معي؟ خليك لاقط اليورو. سمعتي اختك شو قالت؟ يا حسرة، وينو اليورو تيلقطه؟ ما تخلطي لها مكياج على خالتك. ليش ما نزلتي نيمتيني طنط سوسو؟ بكره حياتي بنيمك انا هلا بنمي. خليك حدا ما تفلي. خلص حبيبتي صار لازم تنامي، شفتيها على خالتك هلا صار وقت النوم. انه صافي يا لبن مع نبيل عبود؟ مش عم نلعب لنقول صافي يا لبن او معوكر يا حليب. لا لبن ولا حليب الليلة. شو رأيك بشامبانيا تنكسر سوء التفاهم تبع النهار؟ تفضلي مدام. شو؟ شكرا. منبلش ب انا ببلش بشي دايت مسقع. ولو سوا؟ ما اتفقنا على شامبانيا. ما اتفقنا على شيء، مثل ما سمعت نادر، مع شقفة لحمة مستوية كثير منيح بدون بطاطا وشوية خضرة. اختيار مناسب مدام. عشاء خفيف 450 كالوري. شو قلت؟ قلت عشاء خفيف. انت جديد هون؟ من اول امبارح. متخصص بالرجيم نيوتريشن؟ متخصص باللي ما بيعنيه. بعتذر. جيب لي مثل ما طلبت المدام. حاضر. شو بيك هبيت عليه هيك للشاب؟ ما قال شيء؟ ما بطيق الماتر سان فاسون بالمطعم. كالوري وما كالوري واختيار مناسب مو بعرف شو تقيل. ما تضيع الموضوع نبيل وانت تنرفز وصير انا روقك بدل ما انت تروقني. قبلت عزيمتك على العشاء لاسمع منك كلمه وحده نبيل، وحده بس. بحبك. بلا سؤالي نبيل قولها. قلتها. نبيل بلا سؤالي. هلا بتصل بامال بقول لها تعي شوفي جوزك عزمني على العشاء ليتغزل فيي بدل ما يحل المشكله اللي بيني وبينه. نبيل خلينا بموضوعنا لانه لا 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 تلفني. بتحديكي. تلفني وقولي لها يلي قلتي. خلص صديقي خلص. سهى انت بتعرفي منيح انه امال انتهت من حياتي. انه بعدها مرتك وبعدها على اسمك وبعدها عايشه تحت سقفك وانه تجوزت عن حب، مش هيك مخبرني؟ وخلص الحب. هيدي مشكلتك نبيل مش مشكلتي. انا وياك صرنا سنين ببنك وهيدا اريح للعلاقه بيني وبينك. وتاكد كثير منيح انه اليوم اللي بتصير العلاقه بيناتنا بمطرح ثاني بغض النظر شو هو، كرسي صوفا او شيء اوسع، منقتل بعض انا وياك ببنك. خلينا ببنك. وانت خليكي بالوح الشوكولا للتعويض عن النقص العاطفي. بتصدق حكي جرايد؟ شايف حكي جرايد قدامي. افترض هيدا الشيء صحيح، انت بدك تعوض لي عن النقص العاطفي؟ على القليلة ما تكون مجوز ومرتك سحبتي. نبيل عبود، انا اليوم استقلت فلا شو عزمني على العشاء. دوران نبيل حتى اسحب استقالتي تسحب الكارد من سامر عزام. ميرسي. ليش الخضرة عندي غير الخضرة عندك؟ كالوري اقل المدام. رح يطلعني من تيابي هالمتر. وينو صاحب المطعم تبهدله؟ عمم لو سمني وفكر حاله هيدا عم يتفلسف علينا باكلتنا. قول وعدني تسحب الكريدي.
لوين؟ قلت لك أمال. كذاب نبيل. لا أمال بتعمل مست كول ولا إذا بدها بتحكيها بتحكيها بالمخفي عني. مش عارفة إنه نحن سوا؟ هلا برجع. إيه عاطف؟ لا بعدنا قاعدين. عجبك البروكولي مدام؟ انت عارف انك رح تسبب لحالك شحطة من هالمطعم؟ ضيقتك؟ ضيقت الاستاذ. شفتك مهتمة بالاكل الخفيف فحطيت البروكولي مكان الجزر والبازيلا فيهم سكر. هيك بتعمل مع كل الزبونات؟ المهتمين برشاقتهم بس. شو بعده عم بيعمل هون هيدا؟ مين طلبك نبيل؟ للصراحة عاطف عزام. وبعتك تعزمني على العشاء لتقنعني بالكريدي. واتفقت معه يمرق لك مست كول ليشوف وين وصلت معي. سهى ليك نبيل، يا أنا يا الكريدي. ميرسي على العشاء. سهى سهى يا عمي مش عاطف عزام. كذاب. رجع لجوا وحكي معه على رواق. انا فيلي سهى رجعي رح تجرسينا. رجع لجوا ما تتجرس. طب خليني وصلي. رجع لجوا نبيل. اطلب لك تاكسي مدام. تاكسي لمدام. مدام روقي مش حلو نرفز لك. ليك انت التاني عم تتمادى زيد عن زوم. عم هون شغلك على السكت. وصلت شو بك كريم؟ شو هالمره هيدي؟ مثل البارود. قبل ما اعرف شو عملتي رح اترك البنك. يقصف عمره عبنا عنده اياكي بالدنيا. ماما ما ليش ليدي احكي بالموضوع بالدنيا. اطلعي انت نامي. لما كنت صغيره كنت تيجي تغلي حدي ولما يكون شي زعجي. حتى احس بالامان. بعدني بحسسك بالامان. ماني زعلانه ماما. ما حدا بيقدر يزعلني ولا حتى نبيل عبود. 20 بنك بيتمنوا علي. انا بنتك سهى اللي عملت من الصخره تمثال من الحجر الماز. يا بنتي ليش كل حكيك صخور واحجار وتماثيل والماز؟ يا عمي ليش كلماتك عن اشياء قاسيه؟ وين الورد والزنبة؟ وين الشمع؟ ما الشمع كمان بيعملوا منه تماثيل. الشمع بتدوب قوامها. بس بتكون نورت قبل ما تدوب. ضويت شعشعت مثل ما بدي وش بنتي نور وشعشع. ويتجوز ويتستت ورجال يصرف عليها. ما بحق لي احلم بهالشيء. مش لاحلم فيهم انا بالاول. يا بنتي اذا بدك تركزي على الحجر والصخر كيف رح تشوفي الورد والشمع؟ لاحقه. اي لاحقه يا سهى؟ العمر غفله وما عدتي ولد يا ماما. لا تلحقي تفرحي بولد ماما. يلا كفيهم هن زيتهم. ماما قبل ما احب ما بتجوز وحتى احب فرج ورحمه. اي فرج واي رحمه؟ ليه بعد في حدا بيعجبك؟ هيدا اتكالي، هيدا قصير، هيدا طويل، هيدا سطحي، هيداك على حافة قبره، هيدا ما بيحترم شخصيتي. قولك العجب بطل يعجبك يا بنتي العجب. كاترين اطلعي نامي قبل ما يطلع ضغطك ويطلع خلقي. سهى انا كاترين. طيب ما بدك نام عندك؟ لا حبيبتي. تصبحي على خير. وانت من اهلي. شو في بعد؟ فارس حجار سأل عنك. شحطين ماما؟ نعم. البروكولي مفيد للرجيم؟
بروكلي؟ ما بعرف ليش انت ناقصك رجيم. لا بونوي سوها. بونوي. أكيد مش رح تعذبيك. أنا طلعت بالمشروع اليوم كونجي أنا وزوزو. لا بنك ولا قروض. ماما اوعى تعذبي خالتك وما في طلبات كل النهار. يلا تبيلا. باي مامي. الله معكم. لوين رايحة البنت المدللة؟ بونجور فدوى، كيفك بنت خيي؟ أنا كتير منيحة، ميرسي على سؤالك. شو بك طنط مايا؟ هالقد بدها؟ اليوم فرصة وعمتك أخذت سهى تقضي نهار هي وياها. بالبنك؟ لا. والله، كيف جرى عمتي مش بالبنك اليوم؟ هاي بيير. شو؟ وين بدك تغدينا اليوم شرشور؟ باي. امو ما عندنا همبرجر. بدي همبرجر. مالي حبيبتي بناخد شي تاني. ما بدي، بدي همبرجر. افت قوم الفل. خلص سوسو حاجة تنقي، رح تعميك شي اطيب من الهمبرجر. تفضلي مدام. متر قررت محروسي؟ لا بس بدي اسالك عن متر كان امبارح بالليل. في اكثر من متر مدام بالليل، بتعرفي اسمه؟ لا بس هيك هو شاب ومهضوم ومهتم بالرجيم وصار له يومين بيشتغل هون هيك. كريم؟ اسمه كريم؟ لوامه بالليل مدام؟ عامل شيء بتريدي منه شيء؟ للصراحة بدي اعتذر منه لأنه تصرفت معه بشوية أسامي. كلنا بخدمة الزبائن بسيطة. لا مش بسيطة، واخذت حالي وبهمني يوصل له اعتذاري. التبريد وصل مدام، شو قررت المحروسة؟ ما عليه باخذها على سناك في همبرجر، ميرسي كثير. وسهلا. يلا سوسو. إلي زمان ما نظفت البيت على طريقتي. كل النهار بالبنك وعشية ما إلي جلد، يعني لو أنت والماما كانت جاية أكلتني. ليش ساكتة؟ مش من عوايدك. دخليك؟ مين هيدا المتر المهضوم يلي رحتي على المطعم تعتذري منه؟ ايه ما سهى بتسمع وبتفهم كتير منيح وبتنقل اخبار كتير منيح. مين هيدا كريم؟ حفظت اسمه كمان؟ يعني اختي سهى تعتذر مش قصة غريبة هيدا؟ من ايمتى ما بعتذر اذا غلطت بحق حدا؟ من لما كنت هلقد غلطانة. مايا انت مش معي كل النهار، صحيح انا صارمي وقاسي بالشغل، بس لما اغلط بحق حدا بعتذر منه بثقة وجرأة. طيب ايمتى لحقتي تغلطي بحقه؟ انه شو ممكن يعمل لك ماتر بمطعم تغلطي بحقه؟ هيدا انا بيلعبوا ما تردي، لغيت ريبوندر من الصبح. انه هيدي هي الحل يعني؟ بطلت روحي على الشغل؟ هي. بهتم ببيتي، بحالي، ببنت اختي. ايه لا غلطانه حبيبتي، هيدا منو الحل. بعدين مين قال لك انه هيدا نبيل عبود؟ انه ما في الا نبيل عبود بيتصل فيكي بالبيت؟ علم رقمه ورقم البنك على سيلولاري 30 مره اليوم، اكيد هو، وانا ما بدي انكسر له. ما تردي. بدي رد. الو سهى. اهلا. لا مش سهى، انا اختها مايا. اعطيني سهى مايا، خلقي سهى من تحت الارض. هيئته مولع، قيل مش هون. خلص سهى ما تحرجيني.
لحظة. ألو نبيل إذا هلا بتجي على البنك هلأ. نبيل الموضوع غير موضوع شرفي هلأ لو سمحتي. شو بو؟ مدري شو صاير. شو هيدا؟ ري؟ رشوة من عاطف عزام؟ لا شيك بلا رصيد من يوسف بدران. خيك حسابه منشف وعاطي شيك ب$5,000. تصرفي يا مديرة عامي. غابي عن البنك وعن السمع كل النهار. والشيك عمل فضيحة بالبنك لأنه من خيك ولأنه صاحب الشيك بده إياه نقدي. فتصرفي. وقبل ما تاخدي مواقف من القروض وما توافقي عليها، خدي موقف من خيك ومن حساب خيك. غطي اختي وانا برد لك اياهم. لمين هيدا الشيك يوسف؟ مين لحامله يعني؟ خلص كسوها اضطريت اعمله. غطي وخليها بيناتنا. لا هيدا اسمه احتيال. يا الله هلا قلت لك انحشرت. انحشرت على شو؟ لاعب فيهم قمار يوسف؟ يا عمي لا ما تكذب. قلي لمين الشيك؟ بعدين كيف اخذ المصريات وانت عارف انه ما معك رصيد؟ انت رصيدي اختي ولو هلا $5,000 بدك تعملي لي مشكل؟ انه انت تعمل لي جرصه بالبنك يقولوا خي المديره ساحب شيك بلا رصيد. بعدين مين لحامله؟ ليش مش كاتب اسمه؟ باي حق بتتصرف هيك؟ سهى حياتي روقي ما بتحرز. انا غلطت ما بقى عيدها. انت غطي وانا بردهم وحيات سهى بردهم. لو حياتي مهمه عندك ما كنت كتبته. طيب وحيات فدوى ها التوبه بس غطيه بلا ما اتشرشح. مين صاحبه؟ خلاص بيكون قدم تذكرته. مش مكتوب شي عقفة؟ لا قالوا لي سأل عنه قبل ما يجيروا. هيتو عارفك محتال وحاسس استمهلوا تا يحكوني. شو رأيك رده وحطك بالحبس؟ ما بتعملي يا سوسو انت اختي. ما بدي تبوسني. طيب بلا خدك هاتي ايدك وعد وحياتك. بكرة قبل تضول له لهيدا لحامله يمرق لعندي على البنك يسأل عني أنا. فهمت؟ ممنونك أختي. بس بس شو بعد؟ بلا ما حدا يعرف بالبناية. ليش أنا إلي عين خبر حدا؟ شو نتالي؟ مس سهى في شاب عم يسأل عني. خليه يفوت. كريم كنعان. سهى بدران. شرفنا. هولي ما بيمشوا مع البروكولي. هو ضد الرجيم. تفضل ارتاح مسيو كنعان وشلي قصة الرجيم. اوكي مدام. اكيد اللي بعتك خبرك اني مش مدام. انا جاي عند سهى بدران مديرة بنك الاتحاد. فالمدام من باب الاحترام. هلا عرفت اسمي اللي وصلت للاعتذار. انا بشكرك. بعتذر اذا بدر مني شيء ضايقك امبارح. غير انك بتحكي منيح بتحكي كثير. اكثر الوقت بكون ساكت او بحكي كلمات متقطعه. هيك شغلي بيفرض. وكلماتك المتقطعه وشغلك سمحوا لك تدين مصاري؟ قصدك تدين مصاري؟ لا ترجع تدينهم بالفايدة؟ لا حتى أتعلم فيهم. تتعلم شو؟ كيف تجر الإجرين؟ هيك شي مدام
دموزيل. يعني ما اعترف بشو؟ انت اللي حامله. عفوا؟ من وين بتعرف خي يوسف؟ شو في بينك وبينه ليعطيك هالشيك؟ خيك يوسف؟ مين خيك يوسف؟ اي شيك؟ كيف اي شيك؟ هيدا الشيك. مدموزيل بدران، عن شو عم تحكي؟ مش انت اللي جاي تقبض هيدا الشيك؟ بلا، بس اذا مشي كل شيء على خير وحضرتك وافقتي. حضرتي مجبورة وافق. لا، ما في جبر. بلا مجبورة. مدموزيل بدران، اكيد في سوء تفاهم بيناتنا. مش خي يوسف بعتك لتقبض هيدا الشيك اللي بلا رصيد؟ شو في ناتالي؟ انت مين؟ قلت لك كريم كنعان. ما تتحرك من هون. المسيو اللي بعته خيي المس بدران. خديه على الصندوق قضيه مثل الشيك من حسابي. كلك ذوق مدام. تقبضه وبترجع تجي لعندي. كرمال شو؟ عوزتك. بسرعه ناتالي. حاضر مس، تفضل مسيو. شو؟ انحلت قصة الشيك الغامض؟ بعتذر. سوء تفاهم. ولا يهمك دموزيل بدران، بتصير بأحسن لبنوكي. لعندك مدام ليلي عبد الاحد. ليلي؟ ليش ما قلت للسكرتير برا؟ انا قلت لها وسمعت عم بتقول لك من قبل وانقطع الخط، ما بعرف شو صار. الحق علي، انا ما خليتها تكفي. بسيطة، مش مشكلة. من وين بتعرف ليلي عبد الاحد؟ بجر لها اجريها لما بتجي لعندي. لوين بتجي لعندك؟ على النادي. انا مدرب بنادي بيرفكت بادي، مع شغلي بالليل طبعا بالمطعم، ومدام ليلي يعني من تلاميذي، وانا بجرلها اجريها وايديها وبمررها كمان. هي لكن لما سالتك عن جر الاجرين اجل. وهذا سوء تفاهم تاني او تالت ورابع. الهيئه مبلشه معنا بسوء تفاهم مستمر. ما الك صديق الا من بعد سوء تفاهم. حق عليك يا شري، هلكت وانا دق لك امبارح، خطك مسكر والريبوندور بالبيت ما عم بيرد وبالشغل مش موجوده. شفت كم نمره كلير على سلولاري بس ما قدرت انه انت. ثلاث مرات. حياتي لما الخط يكون مسكر بيني رقمك حتى اعرف، ما راح بصير انه النو نمبر يعني انت. معك حق شرشوره. دايما. المهم. عطيتي. عطيتي؟ هيك من الباب للطاقة؟ قلت له بدي احكي معك بالاول، مش انت الريفرنس؟ يا عمي انتو بهالبنوكه بتضحكوا. مش احسن ما حدا يضحك علينا؟ كريم شاب مهذب، جانتي، خدم عسكريته بده يكفي علمه، وعم بيشتغل بمطرح هي ليصرف على امه واخته، بمطعم وبناتي. يا حنونه. وفكر اذا بوك بيعطي لون لقصة الجامعه. قال لي كل هول، بس بدي اتاكد بنفسي. انه انا ما بكفي؟ انت بتكفي وبتوفي ليلي. هلا المهم خبريني عنك، بتغيبي غيبات ما بعرف عنها شيء وفجاه بتطلي. مقضيتها سفر، سبور، شم هوا، مش مثلك، باتكس بالشغل، تنبلي واكل شوكولا وما بتشمي غير هوا اير كونديشن. يا اسف عمرك ما هضمك. طول عمري من كان كراكوز المدرسه والجامعه. ليلي عبد الاحد سلمان. ايه سلمان؟ طار. رجعت عبد الاحد. عم تشوفيه؟ أكيد عم شوفه، مشترك اللي بيناتنا بيجبرني شوفه. معك أو معه؟ أوقات معي أوقات معه. روني وسيلفي صاروا كبار ومتفاهمين الوضع بيني وبين بيهم. أنا ما بعرف ليش بتتجوزوا إذا رح ترجعوا تضلوا. قولي هبلة أنت، حدا بيعرف إنه لما يتجوز رح يضلي؟ بيتجوزوا، توقع الحرب، بيطير التفاهم، بيطلقوا. وروني وسيلفي بيدفعوا الثمن. بيدفعوا الثمن. عنوان حلو لمسلسل مكسيكي.
لا تمن ولا ممن، مبسوطين ومتفاهمين وعم يتنقلوا بين امهم وبين وما على قلبهم شر. زواج فاشل، ما ضروري الاولاد يحضروا معارك ما قالن فيها، منريحهم من الحرب ليرتاحوا لدرسهم وجامعتهم وبعدين حياتهم. لو درستوا بعدكم منيح انت وبرنار قبل الزواج ما كنتوا طلقتوا. دخلي لما درسنا للبكالوريا انا وانت كنا عارفين انه انا رح اسقط وانت رح تنجحي. بزمانك ما درستي مثل ما لازم. يا حبو انت درستي مثل ما لازم وصرتي بايونيك وومن وما تهنيتي لا برجال ولا بولا. انه انت تهنيتي؟ جربت فشلت بس بجرب مرة تانية. بس روني وسلفي بالدنيا قولك هن الدنيا. بتحرزي تجربي مرة تانية؟ القلب يعشق كل جميل، الامضاء ام كلثوم، القلب هون والحلوين كتار. ما رح احبس حالي بام لاني مطلقه وعندي ولدين. بعدني حلوه صبيه بعرف حب واعشق مش مثلك. رح تخاطري وبزمانك ما حبيت الا الكمبيالات وما عشقت الا اللون لصار لونك اصفر من الخبه. فشرتي، بعدني صبيه وبعده لوني زهر روز بومبو. تحت شرط؟ تحت شرط. يلا صبايا 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حماس اكتر، حماس اكتر، حركي اكتر. ايه 1 2 3 هيك على القاع. 1 2 3 مدام برافو برافو. 1 2 3 اكتر اكتر. برافو 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 برافو. 1 2 3 1 2 3 اكتر اكتر. برافو برافو. 1 2 3 حماس اكتر. برافو برافو. 1 2 3 شفتي الحماس؟ شفتي كيف بيرجعوا الصبايا؟ اسم الله عليه، هيك جسمه مثل الباشي. جايين نشوف جسمه او جسمنا كيف ممكن يصير؟ انه ما بيشكي شيء اذا شفنا جسمه كمان. بس اللي ما بحب عن حبيبي. ايه بس مخمتي انت هلا معي، يعني انا البوس او لا مو فعلا. هاي كريم. بتعملي ليه؟ تاخرتي على الصف. سوري حبوب، بس معي تلميذه جديده.